يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 26 الصغرى 19، اسكندرية 23 18، مطروح 24 17، بورسعيد 24 20، الإسماعيلية 27 19 وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 26 20، العريش 24 20، طابة 26 19، شرم الشيخ 29 22، الغردقة 30 21 وجوها حار. بالنسبة للأقصر 30 18، أسوان 30 19، الوادي الجديد 28 13، شلاتين 31 22، حلايب 26 21 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.